أبوه عمره 86 عاما، أبره وأقبل قدميه. أما تقبيل الولد قدم أبيه فلا أعلم لذلك مستندا، وأظن أن فيه شيء من تجاوز الحدود. الركوع والسجود يكون لله، أما تقبيل رجل الوالد لا أعلم عليها مستندا وراها غلوا، ولم أقف على أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وهم خير القرون. ولو كان هذا التقبيل سيغل لقبلوا قدم رسول الله